ما إن فاض خير السماء لأيام متواصلة حتى امتلأ عدد من السدود في محافظة اللاذقية وأهمها سد بلوران، إذ وصلت كميات المياه فيه إلى حدها الأعظم. حاليا واقفين عند مفيد سد بلوران، مثل ما ملاحظين أنه هو مرحلة الإملاء الأعظمة اللي هو 15.5 مليون متر مكعب. من سنوات ما وصل لها المنسوب التخزين، والسنة إن شاء الله منوعد المزارعين بصيف جيد وزراعات جيدة إن شاء الله لكل الأراضي اللي بتروى من السد. حد الامتلاء هذا لم يصل إلى هذه النسبة منذ سنوات عديدة في الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المصدر المسؤول في حال حدوث فائض مطري زائد عن الحد. كانت السنة الماضية كنا منعاني معاناة قاتلة نتيجة شح المياه وقلة الأمطار الذي صارت السنة الماضية. طبعا ثلاث سنين الماضية، فقد السنة هذه إن شاء الله متفائلين تفاؤل كبير بالعطاء الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه. السنة الماضية الله يبعث الخير مثل ما بيقولوا، ما صار مطر زيادة فأدى لانخفاض منسوب سد بلوران، بس الأمور مبشرة السنة الحمد لله والفضل لله. يعني مردود مائي ينعكس لابد على الموسم الزراعي القادم، علما بأن الأراضي التي يرويها سد بلوران هي القرى الواقعة أسفل السد، وهي بلوران وزغرين والحراجية ووادي قنديل والسرسكية، وهي قرى تعتمد في محاصيلها على الحمضيات والخضار الصيفية وكذلك التبغ والبطاطا الحلوة، في أمل بأن تكون القادمات من الأيام مصدر رزق وبركة. من اللاذقية باسم عباس، قناة السما الفضائية.